يبدأ سرطان القولون والمستقيم في الأمعاء الغليظة أو المستقيمة، وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيمة ترتفع عند الكبار، فنسبة 90% من الحالات تحدث في الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً. كما أن سرطان القولون والمستقيمة يعد السبب الثاني في حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالسرطان على مستوى العالم. والأشخاص آكل اللحوم الثقيلة والمدخنين أو الذين لديهم تاريخ عائلي من مرض السرطان هم الأكثر عرضة من غيرهم للإصابة بسرطان القولون. وتشمل أعراض سرطان القولون الألم في المستقيم ودم في البراز، فمن المستحسن الفحص الروتيني للكشف عن سرطان القولون والمستقيم ابتداء من سن 50 أو حتى قبل ذلك للتقليل من عوامل الخطر. ويتميز سرطان القولون بارتفاع نسبة الشفاء منه إذا تم التشخيص في مرحلة مبكرة، فمعدل النجاة في أول 5 سنوات بعد جراحة ناجحة لمرضى تمت إزالة الورم لديهم بشكل تام تبلغ 90%. وبالرغم من أن سرطان القولون قاتل صامت، فإنه يمكن علاجه والتعافي منه. لا تيأس أبداً وحافظ على قوتك، وتذكر أن أمامك فرصة للتغلب على السرطان والقضاء عليه. ومن المهم أن يتحلى مريض سرطان القولون بالأمل في الشفاء والإسراع في بدء رحلة العلاج فوراً لتجنب التعرض لمضاعفات السرطان. وبعد خضوع المرضى للجراحة ينصح بتناولهم الكثير من الفاكهة والخضروات والأطعمة الغنية بالألياف، وممارسة التمرينات بشكل منتظم، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، فستسهم هذه الخطوات البسيطة في خفض خطورة تطور سرطان القولون. وقد تتضمن طرق الوقاية من سرطان القولون إجراء بعض التغييرات على نمط الحياة بما في ذلك النظام الغذائي، وتشمل أبرز طرق الوقاية ما يلي: أولاً، تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة. تحتوي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة على فيتامينات ومعادن وألياف ومضادات أكسدة، والتي قد تلعب دوراً في الوقاية من السرطان. ثانياً، توقف عن التدخين. ثالثاً، تمرن معظم أيام الأسبوع. حاول ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم الأيام. وإذا لم تكن نشيطاً فابدأ ببطء وزد من نشاطك تدريجياً حتى 30 دقيقة. رابعاً، حافظ على وزن صحي. إذا كان وزنك صحياً اعمل على الحفاظ على وزنك من خلال الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة اليومية. لكن إذا كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك فاسأل الطبيب عن طرق صحية لتحقيق هدفك.